نظمت مؤسسة حياة كريمة في محافظة دمياط ندوة تثقيفية لطلبة كلية التجارة جامعة دمياط. تهدف الندوة لنشر الفكر التطوعي وتسليط الضوء على العمل الميداني لمؤسسة حياة كريمة. احنا كان دورنا هنا ككلية التجارة بهذا العدد الكبير من أولادنا إن احنا نرشح متطوعين، نفهم أولادنا إيه الدور اللي ممكن يقوموا بيه، لأن هذا الدور بيأثر في أو هذا الدور بيأثر في المجتمع اللي بيقوم بيه، في الأسرة في أسرته، في أصحابه، في أصدقائه، يرفع من شأن المجتمع اللي بيقوم بيه. احنا جايين عشان نعمل ثقافة وتوعية للأفراد وطلاب الجامعة اللي هم هدفنا والوسيلة بتاعتنا في نشر فكر التنمية المستدامة، وعشان يشاركوا في العمل التطوعي الذي يستهدف الإنسان المصري. قدرنا إن احنا نبني لهم المنشآت ونبني لهم كل حاجة هم محتاجينها، ونخلي المواطن المصري قادر إن هو يعمل يشارك في الاقتصاد المصري، وإن هو يبقى مواطن منتج ويبقى عنده قدرة على أنه يزود هذا الاقتصاد ويحسن كفاءة البلد. بسطت جدا أنا حضرت ندوة عن حياة كريمة، وعرفت أهم حاجة عرفتها أن في رابط ما بين حياة كريمة وما بين مؤتمر المناخ العالمي كوب 27. ومن أهم الحاجات اللي عرفتها أن هما الاثنين بيهتموا بأهداف التنمية المستدامة زي التعليم الجيد والمياه الجيدة والبنية التحتية الممتازة، وعرفت أهم المشاريع اللي شاركت فيها حياة كريمة والإنجازات بالأخص اللي عملتها في مدينة دمياط الجديدة. شفنا إزاي البنية التحتية اتغيرت، كمان أن ظهر حاجات كتيرة في الطرق والأساسات، وأعتقد أن أنا حابة أن أنا أتطوع في حاجة زي كده، لأن أنا يزيدني شرف أن أنا أكون عضو أو متطوعة في مبادرة حياة كريمة. أنا سعيد جدا بحضور ندوة تعزيز جهود العمل التطوعي لدى شباب الجامعات. أنا استفدت النهاردة من ندوة أن حياة كريمة مش بتستهدف بنية تحتية فقط، لا بتشمل مراكز شباب، مستشفيات، ملاعب، يعني خدمات عامة.